اسمحوا لي أن أعرض لكم اليوم خمسة خرائط. الخريطة الأولى هي فلسطين التاريخية. هذه هي الأراضي التي من المفترض أن يسمح للفلسطينيين أن يحظوا بحق تقرير المصير فيها، ولكن بدلا عن هذا فإن الجمعية العامة قد قامت بتجاهل هذا الأمر. سوف أريكم في الخريطة الثانية بعد النكبة التي قد أدت إلى نزوح بشكل قصري أكثر من ثلثي من يسكنون هذه المنطقة، وحوالي ثلاثة أرباع من شعب من يسكنون هذه المنطقة أصبحوا إسرائيليين. هذه كانت بداية النكبة، هذا النزوح وهذا التبديل الذي قد حدث لشعبنا، هذا التجاهل لحقوقنا وهذه العنصرية المستمرة. في 1976 احتلت إسرائيل بقية فلسطين، ومنذ اليوم الأول للاحتلال بدأوا بهذه الأعمال الاستعمارية ومد الأراضي بهدف في ألا يترجعوا عن هذا الاحتلال. هذا جعلنا منفصلين عن باقي دولتنا، نفقد استقلال دولتنا كما يظهر في الخريطة الرابعة. إن إسرائيل أرادت أن تغير الجغرافيا الفلسطينية ولكن ليس ديموغرافيتها. إنها تستمر في دفع شعبنا خارج منازلهم وخارج أراضيهم. هذه هي الخريطة الخامسة، قد عرضت من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في الجمعية العامة من قبل عدة أشهر، حيث قال أن هذه هي الشرق الأوسط الجديدة حيث لا يوجد شيء يسمى فلسطين. فكل ما هو في هذه الخريطة هو إسرائيل، من البحر إلى النهر. هذا يظهر لكم المدى وكيف يستمر الاحتلال الإسرائيلي والنوايا لديهم في هذا الاحتلال، حيث نرى اختفاء فلسطين في هذه الخريطة وتدمير الشعب الفلسطيني. لا يوجد أي تبرير لهذه الأمور، وهذا هي الظلم، واستمرار هذا غير مقبول ولا يوجد له أي أعذار. إن الحصول على الأراضي بالقوة وبالفصل العنصري ضد الشعب وتجاهل حق تقرير المصير، كل هذه انتهاكات قوية للقانون الدولي غير قانونية، ويوجد أيضا إلزام قانوني وأخلاقي لردع هذه الأمور. سيدي الرئيس والسادة الأعضاء المحكمة، إن دولة فلسطين تؤكد على عزمها الغير متزعزع بدورها في القانون الدولي والذي لابد أن يسود هنا. إن قوة القانون لابد أن تسود تطبق ضد هذا الاستعمال الغير قانوني للقوة. كنا عدة مرات سابقة أننا نود أن نحظى بهذه العدالة، ولكن هذه العدالة تتأخر وتتعرض للتجاهل، والشعب الفلسطيني قد تعرض للتجاهل لفترة طويلة. نحن نرى ونصدق في هذه المبادئ الدولية من أجل أن ننقذ هذا الجيل من هذا القمع. إنه الآن حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير التي عانينا منها لفترة طويلة. لابد أن يطبق القانون الدولي على أي دولة دون أي شروط. لا يمكن لدولة أن تتخلى عن أي التزامات لها وأن تتعرض لهذه الاستفزازات. إن فلسطين تسعى بحق شرعي للحصول على حقوق شعبها من بينها استقلال دولة فلسطين وفقا لحدود 1967، ووفقا لهذا ووفقا للقانون الدولي ووفقا للأمم المتحدة وقراراتها. هذه هي النقاط التاريخية والمفاوضات التاريخية التي وافقنا عليها، وأيضا أن تكون الدولة ديمقراطية، يعيش الفلسطينيون والإسرائيليين جنبا إلى جنب في سلام وأمن.